مباراة السوبر أكيد مباراة مهمة جدا زي ما حضرتك بتقول، مباراة ببطولة، جماهير نادي الزمالك متعطشة طبعا هي تاخد بطولة من الغريم التقليدي ليها النادي الأهلي. شايفين حالة النادي الأهلي سيئة جدا، الأهلي يعني داخل على السوبر وهو لسه متوج بالدوري. شايف جوميز ممكن يتعامل مع المباراة دي ازاي؟ والله والله لازم يعني ان الماتش اللي جاي ده اصلا بتاع الكاس بتاع الاهلي اللي جاي السوبر الافريقي، السوبر، فلو ما ذاكرش النادي الاهلي كويس قوي فاكيد الماتش بقى مش هيبقى له توقعات، غير لان النادي الاهلي نادي كبير وبيعرف يلعب في الماتشات دي كويس قوي، فاكيد لو ما ركزوش، وكمان اللعيبه لو ما ركزتش في الماتش ده، الماتش ده هيروح منهم يعني بنتيجه. بالنتيجة. هل تتوقع أن ممكن تكون دي يعني النهاية ما بين الزمالك وجوميز في حال الإخفاق؟ ممكن يفكروا يعني دي بطولة النادي الزمالك لازم يلعب عليها بشكل كويس جدا، لأن البطولات اللي جاية ديت خلاص الجمهور هيبدأ، لما خدنا الكونفدرالية الزمالك والجمهور خلاص قال لك إن إحنا خلاص دي البداية، إن إحنا كل بطولة هنخش فيها هناخدها، فالبطولة اللي جاية ديت هي كمان هتكون بداية سيزون، فأكيد هتحط نادي الزمالك في الشكل اللي هو فيه، يا إما هيبقى فيه إخفاق كتير. تتوقع ان جوميز هيلعب بنفس طريقه اللعبه ولا ممكن يكون في بعض التغييرات، ولا صعب ان هو يغير في مباراه زي دي؟ هو لو غير مش هيغير كتير، لان النادي الاهلي بيحب يلعب الجيم مفتوح، فاكيد ان هو لو غير هيغير بعد مركز او اتنين مش هيغير كتير. ال 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 يعني حلو انك تلعب بطريقه هجوميه، ولكن اكيد برضو مطلوب منك انك يعني بيقول لك دايما اللي بيحافظ على شباكه نظيفه هو اللي بيبقى عنده الافضليه في المباراه، ان هو ممكن يخطف هدف، لكن لو استقبلت ده الامور بتبقى صعبه. هي الماتشات دي بتاع الاهلي والزمالك الجيم لما بيفتح من الفرقتين بنشوف حاجه، بنشوف ماتش كويس جدا من الفرقتين، انما بس انت بتلعب النادي الاهلي فلازم تبقى عامله حساب النادي الاهلي كويس قوي، لان النادي الاهلي بصراحه لما بيلاقي فرقه مثلا بتدافع قدامه كتير فالنادي الاهلي بيجيب جوان. تتوقع ان هو هيكون يعني في تحفظ دفاعي ولا هيكون جيم مفتوح؟ لا هو ممكن يقسم المباراه على ثلاث مراحل، يشوف بقى رد فعل النادي الاهلي ايه، او ممكن اللي هو ممكن اول ربع ساعه او ثلث ساعه يبدا يهاجم، او ممكن يدافع في اول ثلث ساعه، فالماتش يبقى ماشي انسجامي. يمكن الزمالك عليه ضغوطات اكبر، ده مش كلام، ده الواقع هو اللي بيقول كده، عليه ضغوطات اكبر زي ما انا قلت لك. يعني مفيش اي بطوله خلال الموسم غير الكونفدراليه، الموسم الماضي مع جوميز كان لسه جاي. نادي الزمالك جماهيره عايزه بطوله، ولكن برضو خليني اتكلم معاك عن الحاله الفنيه للاعبين. شايف الحاله الفنيه ازاي للاعبين؟ شايف الصفقات اللي عملها نادي الزمالك ازاي؟ هو اكيد النادي الاهلي هيخش المباراه وهو مرتاح جدا، لان النادي الاهلي متوج بدرع الدوري، فاكيد اللعيبه طبعا بيفرحوا، وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي ما بتخلص تاخد بطوله بتركز تاني يوم في البطوله اللي هتخشها، انما نادي الزمالك لان بقاله فتره من قله البطولات فاكيد الموضوع هيبقى صعب جدا على نادي الزمالك يعني في الماتش ده.